وللمزيد من الحديث والمتابعة ينضم إلينا من ولاية بنسلفانيا الأمريكية مراسل النيل الأخبار الزميل عمرو عبد المجيد. عمرو، بعد التحية، ما الجديد لديك وكيف تابعت عملية التصويت وإلى أين وصلت حتى الآن؟ مرحب بك يا محمد. بداية وبطبع نتائج التصويت ما زالت مستمرة، ونعول كثيرا على التصويت المبكر الذي جعل من اللجان من خلفنا تتم متابعة الصورة. طبعا هي أشبه بالفارغة في هذا التوقيت تحديدا، نظرا للتصويت كان صباحا أثناء توجه الموظفين إلى أعمالهم، جاءوا في الصباح الباكر وكانت اللجنة مكتظة بالمواطنين، لكن في بنسلفانيا تحديدا صوت أكثر مما يقرب من 60% في الانتخابات المبكرة عبر البريد، وبالتالي ربما لن نشهد كثافات بشكل واضح على اللجان الانتخابية، وبالتالي لن يزداد الوضع سوءا بحسم كلا المرشحين لهذه الولاية التي يصعب التكهن بنتائجها. بعد ولاية بنسلفانيا حتى الآن وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، تساوي كل من كامالا هاريس ودونالد ترامب عند 49 نقطة لكل منهما في هذه الولاية الحاسمة. من يحسم ولاية بنسلفانيا سيتوجه مباشرة إلى البيت الأبيض لأنها أكبر الولايات السبع المتأرجحة، وتحسم دائما مصير الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ال47، وكلا المرشحين يسعيان بشكل واضح لأن تكون بنسلفانيا من نصيبه، أي من يحصل على أصوات الناخبين في ولاية بنسلفانيا سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بحسب جميع آراء المحللين السياسيين داخل أمريكا. تحديدا محمد، نتحدث عن بعض المشكلات الحقيقية أمام اللجان في الولاية ككل، ويمكن في بعض الولايات في بعض المناطق وبعض البلدات المتطرفة حدث بعض المشاغبات ما بين أنصار ترامب وأنصار هاريس حول بالطبع التصويت أو استقطاب المرشحين لداخل اللجان، وهذا ما جعل الوضع يتدخل بعض رجال الشرطة لفض هذه المنازعات التي لما تحدث انتخابات، وهذا نظرا لحدة هذه الانتخابات وصعوبتها بشكل كبير جدا، ويصعب إطلاقا التكهن بأي نتيجة لهذه الانتخابات. لا نستطيع أن نقول حتى من سيحسم أو من سيحسم حتى لا الولاية سيحسمها بفارق أقل من 1% تحديدا، لأن هناك حالة من الاستقطاب الشديد ما بين كل من أنصار ترامب وأنصار هاريس أو أنصار الديمقراطيين وأنصار الجمهوريين في هذه الولاية، فبالتالي التكهنات تصعب كثيرا. لكن الحقيقة أيضا هناك بعض الأخطاء التي حدثت في بعض الأوراق المطبعية، وهذا ما جعل البعض من المصوتين يعني هذا لم يحدث في انتخابات سابقة، فبالتالي حدث نوع من المشكلات داخل اللجان، والتأكيد أنهم سيثبتون حقهم في هذا الخطأ من قبل الناخبين. لكن أيضا من الأخبار العاجلة محمد، يمكن الذي منذ دقائق معدودة ترامب صرح تصريح غاية في الأهمية، قال حققنا نتائج جيدة والجمهوريون يصوتون بكثافة في هذه الانتخابات، وقال أيضا سأعترف بهزيمتي إذا كانت الانتخابات تسير بشكل صحيح وأن الانتخابات كانت عادلة، وهذه المرة الأولى التي صرح فيها ترامب مثل هذا التصريح، وهذا بالطبع مع ظل التصاعد الواضح لحالة الاستقطاب وأنصار ترامب من اليمين ومن كافة أشكال المجتمع، ربما لن يعترفوا بالنتيجة وتحدث عمل شغل بشكل بهذه كده. المناسبة، من المتوقع أو هناك بعض الأنباء التي تتوارد بأن ربما نتيجة الانتخابات هذا العام تحديدا ربما يتأخر صدورها ربما لعدة أيام، ومن المعتاد أن تظهر عقب الفرز مباشرة، فهل لديك أي جديد في هذا الشأن؟ طيب بص محمد، هذه النقطة تحديدا هو الانتخابات أو النتائج التي تطلع تخرج يعني تباعا من المقاطعات ومن الولايات، ليست نتائج رسمية. النتائج الرسمية تعتمد في يوم 6 يناير من الكونغرس الأمريكي، ويكون هذا هو الإعلان الرسمي على النتائج، وما دون ذلك هي نتائج غير رسمية على الإطلاق، ولا يعتد بها ولا يعترف بها أمام القانون، لكن هي نتائج من الولايات تؤكد من حسم المشهد الانتخابي. لكن حسم الانتخاب، ولو تتذكر محمد، نعود بالوراء لمدة 4 سنوات في الفترة السابقة، نتذكر في 6 يناير حينما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس وخربوا فيه بشكل واضح جدا، وهذا ما يخشى حدوثه في هذا العام تحديدا وفي هذه الانتخابات. فاليوم الفصل في الانتخابات هو يوم 6 يناير، وكذلك حدث في ولاية جورجيا في الانتخابات الماضية أيضا عدم الاعتراف بالفرز، وأن هناك تزويد في البطاقات الاختراع عبر البريد، وأنها زورت هذه الانتخابات بشكل واضح، وهذا ما جعل ترامب حتى هذه اللحظات لو تتذكر محمد لم يعترف إطلاقا بخسارته في انتخابات عام 2020، لكن النتائج تخرج من الولايات بشكل يعني
هو يخرج من الولايه بشكل يعني اكيد ان هذه الولايه خرج منها اصوات كذا او توجهت اصوات المجمع الانتخابي 19 على سبيل المثال في ولايه بنسلفانيا، 16 في ولايه جورجيا وعير غيرها من الولايات، تخرج ان من زاد بقليل فياخذ كل الاصوات المجمع الانتخابي 19 حتى لو بفارق صوت واحد. الحسابات الخاصه بالانتخابات الامريكيه هي حسابات مختلفه، التصويت الشعبي يختلف عن التصويت المجمع الانتخابي الذي يحسم الانتخابات هو المجمع الانتخابي وليس التصويت الشعبي. يمكن الخبر الطريف محمد الذي ذكرته في سياق يعني في سياق المقدمه اللي انت قلتها ان الولايه ديسكفر نوتش ولايه نيو هامشاير، بالفعل هم هناك 6 أشخاص في هذه الولاية هم من يصوتون، وهي أول نتائج التي خرجت بحسم 3 أصوات لترامب وثلاثة صحيح. أصوات لهاريس. وهذا محمد يؤكد نقطة مهمة جدا أن الانتخابات ستكون بهذا الشكل، يعني جميع الولايات ربما تتأرجح بهذا الشكل السبعة تحديدا باختلاف طبعا الولايات الزرقاء والحمراء، لكن هذا دليل واضح على انقسام صحيح. المشهد الانتخابي، لأن في وعن السابق قوة هذه الولايات الاستقطاب الذي يحدث للشعب الأمريكي والذي أدى للانقسام الذي تحدثت عنه في النهاية. أشكرك شكرا جزيلا زميلي عمرو عبد المجيد مراسل النيل للأخبار.